بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب، أتمنى أن تكونوا جميعا بصحة جيدة، وربنا يا رب يحفظكم ويحفظنا ويحفظ مصر وأهلها. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، آمين يا رب العرش العظيم. إن شاء الله النهاردة هيبقى المحاضرة الرابعة المسجلة في مجال عمليات التشغيل، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم على ماكينة أخرى من الماكينات التي تستخدم في عملية التشغيل، هو إحدى ماكينات الماشين تولز. تكلمنا في المحاضرات اللي فاتت، ثلاث محاضرات تقريبا، عن ماكينة الليس اللي هي ماكينة الخراطة، وتكلمنا عن التيرنينج أوبريشنز، خدنا فكرة، وبعدين في آخر المحاضرة اتكلمنا عن ازاي تحسب الماشينينج تايم، اللي يعني عينة بسيطة محتاجة خراطة فقط طولية، وازاي تحسب الماشينينج تايم، ووضحنا العلاقة ما بين الكاتينج سبيد والروتيشن سبيد. النهارده هنتكلم على احدى ماكينات عملية التشغيل، وهي ماكينة القشط، سموها الشيبنج ماشين او الشيبر، شيبنج ماشين او الشيبر. وكما موضح امامكم دلوقتي في الصور المختلفه اللي احنا حطيناها في السلايد، ان ما يميز هذه الماكينه هو ما يسمى بالرام. الرام الجزء اللي فوق هنا ده احنا بنسميه الرام، وده بيتحرك حركه تردديه، ريسبوكيتنج موشن، حركه تردديه، وبيتم عمليه تشغيل للفلات سيرفيس، يعني دي بتشتغل على الاسطح المستويه، مش على زي بقى ماكينة الخراطة كنا بنتكلم ان احنا هنحصل عليه على الاشكال الاسطوانية. لازم عندك تحصل بعد عملية الخراطة هتحصل على شغلة لها قطر ولها ابعاد دائري. هنا احنا بنشتغل على الفلات سيرفز اللي هو الاسطح العادية، الاسطح المستوية. وفي الجزء هنا، الجزء اللي انت شايفه هنا بسموه تول بوس، برضو بنركب هنا التول، هنا التول، ونوع برضو التول هنا سنجل بوينت تول، اللي هي أداة ذات حد قاطع واحد. فبالتالي هنا عندي هنا السنجل بوينت تول، وبعدين عندي هنا الرام. يبقى طبعا اخش اي ورشة والاقي المكنة اللي بتحرك الجزء العلوي بتاعها بتحرك حركة ترددية، وفي التول متركبه في التول بوست بتاعها، يبقى دي على طول اعرف ان ديت عباره عن الشيبر او الشيبنج ماشين، وسموها المقشطه النطاحه. واحنا حاطين كده صوره عشان توضح المجسم هنا للمقشطه، هي واضح هنا في الحته هنا، اي عندي هنا الرام. الجزء اللي هنا ده احنا بنسميه هنا الفايس، الجزء هنا فايس اهو، دي بيسموها الملزمه او المنجله. يبقى عندي هنا دي اللي احنا بنثبت فيها الشغله، ثبت الشغله في الفايس هنا، والفايز بيثبتها على التيبل، والتيبل ده هو اللي فيه حركه التغذيه، اللي هي فيد موشن بتبقى للتيبل. اللي بيحصل ان الرام بيتحرك حركه ترديه في مكانه، ولكن اللي بيتحرك تحت التول وتحت الرام هي الفايس اهيت، الفايس اللي موجود عندي اهي ومثبته على التيبل، والتيبل ده بيتحرك حركه التغذيه. يبقى اذا بيسموه عندنا حاجه بيسموها الاستروك اللي هو المشوار. الرام لما يتحرك في الذهاب والعوده احنا بنسميها ستروك، ده مشوار. لما يحصل ان الرام يتحرك حركه الفورورد اللي هي الحركه الاماميه، يبدا يطلع الريش، يبدا يشيل جزء من المعدن ويبدا يطلع الريش، وهو راجع في وهو راجع للخلف ما بقاش في عمليه قطع، ولا القطع بيتم في اتجاه واحد فقط. يبقى اداه القطع اللي بنستخدم هنا، في عندي مشوار القطع وعندي مشوار الرجوع، ده كل الاربعه ده احنا بنسميه ستروك. التغذيه هنا بقى للتيبل اللي موجود عندنا احنا بنسميها تغذيه لكل ستروك، يبقى ملي متر بير ستروك. يعني ايه ملي متر بير ستروك؟ يعني لما يبقى الرام هيتحرك حركه للامام ويبدا يقطع في الشغله، بعد كده يرجع المشوار هنا، هيكون التغذيه هيكون التيبل ده اتغذى تحت التول بمسافه التغذيه اللي احنا مختارها، نص ملي، ربع ملي، 1/10، 2/10، زي ما احنا بنختار التغذيه. لكن الرام بيتحرك حركه تردديه في مكانه. اللي بيتحرك تحت التول او تحت الرام هي التيبل، واللي هو بيعمل الفيد موشن بتاعه. يبقى ناخد بالنا هذه الماكينه من الماكينات المهمه، ولكن فيها عيب ان الاسطح بتاعتها اللي احنا بنحصل عليها السيرفس كواليتي بتاعها مش
يعني مش عالي. ليه؟ بسبب ان سرعه الرام من اول ما ابدا من الشغل لغايه النهايه بتبقى سرعه غير منتظمه، يبقى سرعه بتاع غير منتظمه. ولكن احنا بنستخدمها عشان هي مكنه يعني القصه بتاعتها بتبقى قليله شويه، التكلفه حتى بتاعتها قليله، عشان تعمل ماشيننج يعني ما بتبقاش مثلا ثمن الساعه بتاعتها مش زي الخراطه، مش زي عمليه التفريز اللي احنا هنتكلم فيها بعد كده. ولكن انت بتشيل جزء كبير من الماتيريال من الشغله بهذه الطريقه، ثم تسيب اخر جزء اخر يعني جزء كده في السطح، اخر جزء انت عاوز تشيله، يا اما تشيله بقى بالميلنج ماشين او الجرايندنج ماشين عشان يديك سيرفيس كواليتي عالي شويه. فناخد بالنا من اسم الماكينه، اسمها شيبر او يسموها ما يسمى بالشيمن ماشين. الحته برضه تاخد بالك منها ان دي حركه ترددية، واحنا عارفين ان كل المحركات كل المواتير بتتحرك حركه دورانيه. هذا الجزء بيوريك ازاي تتحول الحركه الدائريه اللي هي خارجه من الموتور الى حركه تردديه عن طريق ما يسمى باللي هو هنا الروكر ارم، اللي هو الارم اللي هنا اللي الموجود عندنا هنا، وعند ده اكنه عباره عن زي الكرانك، وبنقدر نتحكم في الطول بتاعه. لما يجي هنا الروكر ارم